لسه مكملين كلامنا عن الفنان الكبير الراحل يوسف بيك وهبي، اللي لسه تأثيره الفني بيلهم أجيال جديدة جد من الفنانين والمبدعين دي. صحيح، وعلشان نعرف أكثر عن مسيرته وأثره العميق على الفن، معنا على الهاتف الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين اللي هيكلمنا عن أبرز محطات يوسف وهبي وأعماله الخالدة. صباح الخير يا أحمد، ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. عملاق المسرح ده كان أبرز لقب اشتهر بيه الفنان الكبير يوسف وهبي، عايزين نعرف ليه تصدر هذا اللقب تحديدا، وإيه مدى كمان ارتباط يوسف وهبي بالمسرح على وجه الخصوص؟ هو الحقيقة يوسف وهبي من صغره وهو بيحب التمثيل والمسرح وكده، لدرجة إن هو والده لما بعته إيطاليا كان على أساس إن هو هيدرس هندسة، فجأة هو تحول إلى دراسة الفن ودراسة المسرح، فمن هنا يعني حول مساره تماما. في الفترة دي كانت لسه الفن بالنسبة لمصر، يعني كان بالنسبة للمسرح والعائلات الكبيرة كلمة الفن كانت كلمة صعبة شوية، فمن هنا تحول بقى يوسف وهبي وجه وكون فرقة كان اسمها فرقة رمسيس. الفرقة دي في الوقت ده كانت فرق المسرحيه، في فرقه جورج ابيض وفي يوسف وهبي، الاثنين الفرقتين دول كانوا بيقدموا المسرح الجاد والتراجيديا والحاجات دي، بعيدا تماما عن مسرح الريحاني وعلي الكسار اللي هو بيقدم الكوميديا مختلفه. يوسف وهبي لم يكتفي بالمسرح ولكن كمان درس السينما، وهنلاقي ان يعني من القليلين جدا في تاريخ مصر الفني اللي مثل واخرج في المسرح واخرج في السينما. صحيح. وطبعا هو مثل في كل حاجه، يعني في الاذاعه، في السينما، في المسرح وهكذا. كان دايما يوسف وهبي بيحب المسرح العالمي، تراجم من المسرح العالمي، عشان كده كنا هنلاقي ليه مسرحيات زي راسبوتين مثلا، ودي مرحله النضج الكبيره في تاريخ يوسف وهبي. احنا لما شفناها في التلفزيون كنا بنخاف منها واحنا صغيرين بصراحه. صحيح. يعني صحيح، كانت عينيه غريبه جدا، وهو متمكن من الشخصيه بشكل غير طبيعي. عظيم. طبعا في مسرحيات كتير فرقه يوسف وهبي كان فيها بقى امين رزق، فيها علوية جميل، فيها مجموعه كبيره جدا جدا من الممثلين. ويا استاذ احمد، اولا صباح الخير، بصبح عليك. زي ما حضرتك قلت فرقه رمسيس اللي اسسها بعد ما رجع من ايطاليا، تقريبا احنا بنتكلم على 300 مسرحيه، 300 عمل فني اثر بهم الفن في مصر. كلمنا عن يوسف وهبي مش فقط الممثل، احنا بنتكلم على يوسف وهبي متعدد المواهب، المخرج، المنتج، وكمان المؤلف. هو كان فنان شامل، وحبه للفن حتى ان يعني كل قرش كان بيكسبه كان بيصرفه على الفن. فهنلاقي ان هو كان اجر استوديو واجر سينما، وكان عنده بقى الات العرض والحاجات من دي، فيعني اقدر اقول ان هو كسب من الفن وصرف على الفن، ودي كانت يعني هو كان نقدر نقول كده ان هو كان ماشي بعقليه الهاوي رغم ان هو محترف، لان حب الفن ما كانش حاجه سهله. بس هو الوقت ده اللي هي بدايه من سنه 18 و22، هو يعني الفرقه بتاعته ابتدت سنه 22. صحيح. في الفتره دي كان لسه كلمه التمثيل كانت صعبه جدا، خاصه لابناء العائلات، فكان في مشاكل كتيره في دخول بعض ابناء العائلات للفن. حتى ان يعني دايما كانت الله يرحمها النجمه الكبيره امينه رزق كانت تقول يعني ان هو ما رجعش لعيلته غير بعد وفاه والده. صحيح. لان كان رافض تماما دخوله. بس هو قدم لنا اعمال فنيه كانت كبيره جدا ومميزه جدا، وتركت بصمه كبيره جدا في مشواره، ومن ابرزها طبعا يعني انا بالنسبه لي كان في اشاعه حب طبعا، طبعاً يعني دور الكوميدي كبير جداً طبعا، يعني ما بين ادواره، يعني الفنان الكبير يوسف وهبي يقدم كوميدي بالشكل ده كان. صحيح. بالنسبه لي. صحيح. يعني عشق الفيلم ده ودوره بالذات في هذا الفيلم. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني أحمد سعد الدين على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر.